أن نستخدم أسلوب المقاومة الشعبية الآن هذا لا يعني على الإطلاق بأننا أسقطنا أي شكل من أشكال المقاومة. نعم. ويرى الصفحة الأولى في هذا البرنامج أن حركة فتح حركة لا زالت حركة تحرر وطني مش دولة. إحدى نقاط هذا الإعلان تقول أن حركة فتح تؤمن بأن المقاومة بكل أشكالها حق مشروع للشعوب المحتلة لكل مرحلة شكل من أشكال المقاومة. من أجل ذلك حينما الآن نعتمد المقاومة الشعبية لا يعني على الإطلاق أننا نسقط أي شكل.